استكمالا بقى لاخبارنا واخبار الالعاب الاخرى، الحقيقه نجح مين عبيد لاعب القوه البدنيه في الفوز بلقب مستر اولمبيا واللي اقيمت بولايه فلوريدا في الولايات المتحده. حصل مين على المركز الاول وافضل لاعب في البطوله، رغم الحقيقه ان هو اصيب في عضله الرجل الخلفيه والكتف كمان اثناء الاحماء. عايزين نقول ان رفع مينا 365 كيلو ليكسر رقمه السابق المسجل باسمه 345 كيلو العام الماضي في البطوله، بعد كده طبعا علشان يحصل على لقب اقوى رجل في العالم. مينا عبيد الحقيقه حقق اللقب خلال الثلاث اعوام الماضيه ليكون بذلك متوج بلقب مستر اولمبيا العام الرابع على التوالي. حقيقه يعني تحقيق مشرف جدا وانجاز مشرف جدا لمينا ولكل ابطالنا الحقيقه، وان شاء الله كمان نشوف انجازات اكبر واكبر تحديدا في اولمبياد باريس 2024.